اقتحم 20 ناشطا فرنسيا من جماعة غرين بيس المدافعة عن البيئة محطة نووية بجنوب فرنسا، وقالت الجماعة أن النشطاء تسلقوا الحواجز لاقتحام المحطة التابعة لشركة كهرباء فرنسا، وذلك لمطالبة الحكومة بإغلاقها. أعلن الفرع الفرنسي لجماعة السلام الأخضر غرين بيس المدافعة عن البيئة أن أكثر من 20 من نشطائها تسلقوا الحواجز لاقتحام محطة نووية تابعة لشركة كهرباء فرنسا في تريكستان بجنوب فرنسا لمطالبة الحكومة بإغلاقها. واقتحم النشطاء الذين كانوا يرتدون ملابس حمراء المحطة ورفعوا لافتة على الحائط تحمل صورة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند، وقد كتبوا فوقها تريكستان حادث نووي رئيس الكارثة. وتعتبر المحطة من بين أخطر 5 محطات في فرنسا. من جهتها نفت متحدثة باسم شركة كهرباء فرنسا وصول النشطاء إلى مفاعلين في المحطة، وقالت إن السلطات ألقت القبض على 17 منهم بتهمة التعدي، وذكرت أن آخرين كانوا يتسلقون على هياكل معدنية ودرج. ووعد أولوند بخفض ما تولده محطات الطاقة النووية في فرنسا من كهرباء من 75% إلى 50% بحلول عام 2025، كما عبر عن رغبته في إغلاق أقدم محطة نووية قرب الحدود الألمانية بعد 3 سنوات. من جانبها أعلنت غرين بيس أنه كي يفي الرئيس بوعده سيكون عليه إغلاق 20 مفاعلا نوويا بحلول عام 2020.